أهلا بكم. كورونا في مصر، ناخد على طول كيف تتعامل أو يتعامل النظام العسكري مع كورونا. أدي أول خبر مدبولي، بيقول أبو عين نايمة: نسير طبقا للخطط والمعدلات التي كنا نقدرها لأزمة كورونا حتى الآن. أتحداك يا مدبولي، لو كنت عارف أنت بكرة هتعمل إيه، أنا أتحداك رسمي مش بس بره البيت، في البيت أتحداك لو بكرة عرفت في البيت هتعمل إيه. نشوف. كمان احنا مبدعين، يعني مصطفى مدبولي ما قالش حاجه، يعني مبدعين. خد عندك برلمانيه بتقول اهي الدوله بتواجه كورونا بافكار خارج الصندوق. ايه يا مدام، ايه يا مدام مي، انتوا جابوكم منين؟ جابوا الستات اللي في البرطمان دول منين؟ ده الرجاله عرر، جابوا الستات منين؟ يعني مين الجدع الامناجي اللي اختار الستات دي؟ هو اي حاجه يا جماعه كده، طب ما تختار مصر مالنا ستات تانية. المهم يعني احنا مبدعين وبنفكر لمؤاخذه خارج الصندوق، بس حد يورينا الصندوق فين عشان نعرف نفكر خارج، يعني بننشن كده بس ساعات النشان يطلع جوه الصندوق. طيب سيبك من دي، ورينا بقى الافكار اللي خارج الصندوق زي ايه. اسمع بقى يا سيدي اول خبر. تخيل الخبر الجاي ده وصلني من اكتر من جهه. بص الخبر: رعب في الغردقه بسبب سائح ايطالي. ماذا حدث في السفينة كوستا؟ كوستا ده كان في الزمالك وكنت بقعد فيه والله. نشوف كده مع بعض ماذا حدث في السفينة. اللي حصل يا حضرات، اللي حصل يا السادة، ان في سفينة فيها 2000 تقريبا سائح اهو. ايوه برافو عليك. بيقول لك الخبر ايه؟ بيقول لك هكذا تظهر مصر وقت الشدائد، فقد انقذت سائحا إيطاليا، أيوة سائحا إيطاليا من الموت المحقق على سفينة سياحية بعدما رفضت العديد من البلدان استقبالهم خشية فيروس كورونا. البداية كانت في ميناء الغردقة. تلقى ميناء الغردقة إشارة استغاثة من إحدى الفنادق السياحية، السفن السياحية القديمة من أحد المواني العالمية. والحقيقة السفينة عليها كانت تقل 2000 سائح من جنسيات مختلفة، وتم السماح لها بدخول منطقة المختلف الخارجي للميناء لإنقاذ حياة سائح إيطالي الجنسية مصاب بفشل كلوي. وقبل دخول السائح المستشفى تم إنزاله برفقة زوجته، وقام الحجر الصحي بميناء الغردقة البحري بإجراء فحص على السفينة عشان يعرف هي السفينة دي شغالة عليها كورونا ولا. فعايز أقول لحضراتكم إن في رعب شديد الشناعة من السفينة. أدي الأفكار اللي خارج الصندوق اللي الحقيقة بيبشرونا بيها البرطمانية، بتقول لك بنفكر خارج الصندوق. سفينة رفضتها دول، السفينة دي دايرة في البحر كده، دول رفضها أصلا، يعني دول كتيرة رفضت تدخل السفينة دي عندها لأنهم ما نعرفش السفينة عندها مشكلة يعني. إنما الحقيقة مصر بس هي اللي قررت تستضيف السفينة عندها، وهذا الخبر عامل رعب في الغردقة. نشوف برضو الأفكار خارج الصندوق. رئيس اتصالات البرطمان بيقول إصابة 12 حالة بفيروس كورونا في القليوبية منهم 4 أطفال. ادي رئيس اتصالات بالبرلمان اصابت 12 حاله بفيروس كورونا في القليوبيه بعد اصابه حارسها بكورونا. اول عماره سكنيه تحت الحجر الصحي باسكندريه. ده برضو خبر افكار خارج الصندوق. احنا بنفكر خارج الصندوق الحقيقه. يعني ادي البواب بتاع العماره تقريبا في اسكندريه اصيب بكورونا، دي اول عماره تحت الحجر الصحي، بس انا مش شايفها على الهواء عالي اهي، الحمد لله جت تحت الحجر الصحي باسكندريه. طيب في ظل كل ده بقى، اعلاميين السيسي عايزين يستغلوا الازمه ويشتغلوا كله بالفلوس. فطلع عمرو اديب بيقول ايه، تخيل عمرو اديب بيقول ايه، بيقول لك ليه الوزاره ما تعملش التحاليل بفلوس. عمرو أديب لمتحدث الصحة: لماذا لا تتيح الوزارة إجراء تحاليل كورونا بمقابل مادي؟ يا راجل يعني حرام عليكم، الشعب لا يأكل،
حرام عليك يا عمرو انت واحمد موسى، والله العظيم حرام في جتتكم. انما ما علينا، يعني ادي بقى نشوف حقيقه الارقام زي ما نشرت. بوست باحث بيتكلم عن ذروه انتشار المرض التي لم تاتي بعد. بيقول الاستاذ اهو، بفتح الفيس لقيت مجموعه من الزملاء تخصصات جراحه وباطنه ونفسيه مشيرين بوستات ان الحمد لله مصر وصلت لذروه المرض، والمرض هيبدا في الحصار في الفتره القادمه. جالي احباط لفتره من الوقت وقفلت الفيس، لسه فاتحه حالا وانا بكتب البوست ده. خليني اقول للزملاء اللي بعضهم سافر نيويورك، شفت كميه الصينيين هناك قد ايه؟ فبالعقل كده البؤره اللي هتيجي بعد الصين هي نيويورك مش مصر، يعني لسه ما وصلناش للذروه. طيب بوست برضو من جامعه اوكسفورد بيتوقع ان العدد الحقيقي لمرضى كورونا في مصر 80,000 مصاب. ادي زياد بسيوني بيقول في موقع يقوم عليه باحثين وعلماء من جامعه اوكسفورد وهارفارد وجامعه استراليا الوطنيه. الموقع عباره عن سيناريو لتوقع حجم المرض الحقيقي في الدول وسيناريوهات التعامل معاه. خد عندك مثلا مصر، عدد المرضى المعلن هو 600، كان يعني 606. الرقم الحقيقي او الاكتف كيسز من 80,000. الرقم الحقيقي ده بيتحسب بناء على قوه النظام الصحي في الدوله. عدد حالات الامراض المعديه سابقا زائد عدد اختبارات فحص كورونا. في الصوره واحد سيناريو يتوقع لو الدوله ما اخدتش اي اجراء في ايقاف العدوى زي عزل المرضى، زياده الاختبارات، غلق البلد، يبقى نسبه انتقال العدوى تبقى 2.6، وده يعني ان ما بين 48 الى 75 مليون مصري هيكون المرض انتقل ليهم من دلوقتي الى مارس 21. في الصوره الثانيه السيناريو بيتوقع ان لو الدوله اخذت اجراءات قللت نسبه انتقال العدوى الى 2 فقط، يبقى عدد المرضى هيبقى من 42 الى 59 مليون في نفس الفتره. في الصوره 3 السيناريو بيتوقع ان لو الدوله اخذت اجراءات قللت نسبه انتقال العدوى الى 1.3 فقط، يبقى المرضى من 1.5 الى 7 مليون في نفس الفتره. في الصورة الرابعة السيناريو بيتوقع لو الدولة أخذت إجراءات قلت نسبة العدوى إلى ماينس صفر، يعني ماينس خمسة قصدي، يبقى المرضى هيبقوا من 390 إلى 450,000 نفس الفترة. الراجل اسمه زياد البسيوني أو زياد بسيوني أهو، وده البوست بتاعه، وحاطط السيناريوهات وحاطط صورة السيناريوهات. فهو بيقول إن بناء على السيناريوهات دي يبقى مصر متوقع فيها عدد المرضى أو المصابين بكورونا 80,000. 80,000. عمرو أديب بقى بيقول أهو، أنا ما كنتش عايز أقول الكلام ده، لكن النموذج الأسوأ المتوقع لفيروس كورونا في مصر. نشوف كده عمرو أديب كان بيقول إيه، اسمع كده. بالمناسبة أنا هقول لكم على حاجة مش عايز أقولها. أنا شفت امبارح اطلعت، أنتوا عارفين كل دولة بتعمل مودلز. مودلز يعني ايه؟ يعني انت في وقت شهر ايه هتبقى قد ايه. انا مش هقول لك المودل اللي انا شفته ده هو اكثرهم تشاؤما عن مصر، اكثرهم ده الاسود، يعني اكثرهم تشاؤما. انا مش هقول لك بيتكلموا على اعداد عامله ازاي توقعاتهم، انما عايز اقول لك ان هو المودل ده اللي هو الأسوأ يتحدثون عن اخر مايو نص يونيو ويبدأ الكيرف في النزول تماما. يعني أسوأ توقع إن أنت الدنيا تعلى قوي معاك في مايو يونيو وينزل تماما. مش هقول على أرقام عشان ما أروجش وأعمل فزعة وبتاع، بس أنا بقول لك ده كمان ده الأسوأ، ده الأسود. طيب النهارده ده بسبب إيه؟ البسلة؟ بسبب بركة أم إبراهيم؟ في عمل. كلام عمرو أديب اللي بيقول لك عملنا خارج الصندوق البرلمانية، واللي بيقول مصطفى مدبولي بيقول في أول خبر خالص نسير طبقا للخطط والمعدلات التي كنا نقدرها لأزمة كورونا. يا حضرات
مصر الحقيقة في الكونشيز. خلاصة بقى، والحل إيه؟ الإنقاذ وإيه الحل؟ الحقيقة يبدو إن هالة زايد هتعملها دي وحشة قوي. أوكي، يبدو إن زايد هتحلها، عشان ما تستفهمنيش غلط يعني. مين اللي قال لنا إن هالة زايد هتحلها بقى؟ الدبور الكبير قوي، مصطفى بقري. مصطفى بكري طالع في تويتر، هي نفس حسابه اللي شتمني فيه من شويه، اللي قال عليه ان انا في الحجر الصحي الجاهل الكذاب. بيقول لك وزيره الصحه وتعليمات من السيسي للتوقف عن الزيارات الهامه في تقديم مساعدات دوليه للشعوب الاكثر تضررا من وباء كورونا، انتظروا المفاجاه. يا مصطفى، هو انت ليه يا مصطفى كده؟ بجد يعني انت ليه بجد يعني هي مراتك طايقاك؟ يعني مراتك وانت داخل البيت كده بتشوفك ايه؟ يعني والله انا بكلمك جد، يعني والله انا بكلم جد، يعني مراتك وانت داخل البيت كده وبتسلت البنطلون، مراتك شايفاك ايه؟ يعني بجد والله شايفاك بني ادم؟ شايفاك راجل كده يا راجل؟ والله انا ممكن اصدق ان في انثى تبقى انثى مصطفى بكري، اصدق جدا. لكن ما علينا،